السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عديت كده على مقالة أجنبية عجبتني جدا، قلت لازم أقولها لكم. إزاي لو عندك عادة سيئة تكسرها وتبدلها؟ اتبدلها دي ناس يلا تاني، تكسرها وتبدلها بعادة كويس. How to break a bad habit and replace it with a good one. إزاي تكسر العادة دي وتبدلها بعادة كويس؟ هما 6 خطوات، ولكن علشان احنا كمسلمين هزود لك عليها خطوة تعتبر هي الأولى واحنا لازم نلتزم بيها علشان ربنا يبارك لك. الخطوة الأولى، استعن بالله ولا تعجز، ارمي الحمول على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى أول حاجة علشان تبدل العادة الوحشة دي، قول توكلنا على الله، إياك نعبد وإياك نستعين. الخطوة الثانية، choose a substitute for your bad habit. substitute اللي هو البديل، اوجد البديل لهذه العادة السيئة. لو معرفتش توصل للبديل هترجع تاني للعادة الوحشة. يعني مثال، لو انت بتدخن خلي البديل مثلا القهوة، شرب القهوة او اي حاجة تاني. لو بتشتكي من مسألة الوسوسة هيبقى البديل اللامبالاة والتغافل، هتكبر دماغك. لو بتشتكي من الاكل المفرط او السمنه خلي البديل بتاعك نظام غذائي وتعمل معاه دايت مثلا. لو حد بيشتكي من العاده السريه يخلي البديل بتاعها الرياضه. يبقى كل حاجه ليها بديل هتخرجك من العاده السيئه الى العاده الايه الكويسه، السبستيتيوت. الخطوه الثالثه، اقطع كل المسببات والحاجات اللي بتحفز على العاده الوحشه دي، سواء كانوا ناس او سواء كانت حاجات مش اشخاص. cut out يعني اقطع او امنع او وقف as many triggers as possible، على قد ما تقدر المسببات ديت ابعد عنها، علشان هي دي اللي بتخليك دايما تقع في الغلط اللي انت ما انتش عايز تقع فيه. الخطوة الرابعة، انك تشوف حد عاوز يقطع او يكسر نفس العادة الوحشة دي وتوصل نفسك بيه، وانتوا الاتنين تاخدوا نفس الطريق مع بعض، يعني حد يشجعك. ولذلك بيقول لك join forces with somebody، شوف حد توحد معاه نفس القوة دي، نفس الإرادة دي، نفس الهمة دي، نفس الطريق دوت. وده حاجة مهمة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الإنسان الكامل، ربنا يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنت عندك هدف إنك بتريد وجه الله، وهم عندهم هدف يريدون وجه الله. أنتوا الاتنين وحدوا القوة وامشوا في نفس الطريق. الخطوة الخامسة، ان انت تحاوط نفسك بالناس اللي وصلت للنموذج اللي انت نفسك توصل له. عارف كده لو واحد عاوز يبقى لعيب كرة بيعمل ايه؟ بتلاقي حاطط في الـ في الـ في الغرفة بتاعته صورة للفريق مثلا اللي هو بيحبه، علشان دايما تبقى تحت نظره. ده محفز ليه ان هو يوصل لهذا الايه النموذج. ولذلك هنا بيقول لك surround yourself with people who live the way you want to live. حاوط نفسك بالناس اللي عايشة بالطريقة اللي انت بتدور عليه. خلي النموذج الكامل ده ايه قدامك. الخطوة السادسة، تخيل نفسك ان انت خلاص وصلت للحاجة دي. قول ايوة انا خلاص منعت نفسي من التدخين، والدي فخور بيا، والدتي فخورة بيا، لو عندي ابناء فخورين بيا، انا مثال يحتذى بيه. هتلاقي نفسك عندك نشوة وعندك ارادة ان انت توصل للحاجة دي، لان انت شفت في خيالك صورة حلوة. ولذلك هو بيقول لك visualize yourself succeeding، تخيل ان انت نفسك خلاص وصلت لمرحلة النجاح في كسر هذه العادة السيئة. الخطوة السابعة، لا دي عادي، مش مطلوب منك تقلد حد ولا تبقى نسخة كربونية من حد. المطلوب منك انك تدور على البوكس الفاضي في نفس الصف بتاعهم وتحط نفسك فيه. 1 2 3 4 كل دول مليانين، 5 فاضي، انت ارشق في 5. ولذلك بيقول لك you don't need to be someone else، مش مطلوب منك تبقى شخص اخر. you just need to return to the old you، انت محتاج بس ان انت ترجع للحاله اللي كنت عليها قبل العاده السيئه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على الفطره النقيه، ما خلقش انسان وهو بيشرب سيجاره، ما خلقش انسان وهو بيعمل حاجه وحشه. هو خلقك انت انسان، كنت انسان نقي، انسان صافي، انسان طاهر. مطلوب منك ان انت بس ترجع للحاله دي، مش اكتر ولا ايه ولا اقل. يبقى إذن 7 خطوات، أولهم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأخرهم أن أنت ما تقلدش حد. مطلوب أن أنت كن أنت كما أنت عليه قبل هذه العادة السيئة. مهم جدا أن احنا نحاول، مش هتخسر حاجة لو أنت حاولت، لكن ما تقولش أنا حاولت وما قدرتش، أو يعني ما فيش محفزات. الإنسان اللي عاوز حاجة هيعملها
وهيوصل ليها، لان ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد انت بس وحاول، وربك سبحانه وتعالى هيوفقك وهتوصل. السلام عليكم.